يذكر لي حرمة قبل سنوات يقولون صابتها جلطة، أم عائلة لها عيال، يا ثلاثة يا أربعة، أبو 13 وأبو 14 وأبو 12 وأبو بهالحد، هم أبوهم خلتهم بالبيت وراحت بذبين نفسها سبحان الله ودخلت بغيبوبة. لا حول ولا قوة. وقيل يزورونها، زاروها كم من مرة، وتالي زكنوا على أبو العائلة هو عياله، ترى والدتكم ادعوا لها بالمغفرة، ترى والله والعلم عند الله وآخر الحياة عند رب العالمين، ما نعلمه، ما يعلم الغيب إلا رب العالمين. لكن الآن بالعناية وبمستشفى النقاهة على جنب، ما لها لا زوار تجلس بس. قيل إن هذه الزوجة أم العائلة قيل إنها أخذت 15 سنة وهي بالمستشفى، هذا حسب ما سمعت، ما تدري من يروح ومن يجي، الغذيات شغالة والروح عيت تروح سبحان الله العظيم، وكانت ما تدري عن شيء، صحتها زينة ماشية لكنها بغيبوبة. في يوم من الأيام سبحان الله هذا أمره عاد لها الله وصحته، وهي جالسة صحت، وإذا هي مثل عادتها مثل صحتها يوم أنها بنت، يوم صحت ويدري يالبو هو يجيك على طول، إيش ما غيبيده ما يحط على رأسه من الفرحة، يوم أنه جاله والله أنها تعرفه وقدامها وتسلم عليه وتعانق تقابل، ويوم أن هذا وشلونك وشلون العيير يا خي عساهم طيبين، قال أبدا بالشرك بخير والعيال طيبين وريجيل لها كم 15 سنة، العيال دروا هم يجون ورا بعضهم بعض يتسابقون. يوم أقبلوا لو والله أن هذه الوالدة قدامهم ورجع وابوهم قدامهم، قالوا يا قال ألبو يا فلان أبشرت العيال بخير، هم هذولا، قالت يوه يا ربي هذول اللي هم الحاء هذولا، ما يا لا يا فلان أفا ما أنا خبرتهم ورعي ما خطت شواربهم، قال والله أن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان للسبير معه ولد ما أدري ولدين بعد كذا زايرين، قالت يا أبو فلان الخطأ عليك أنت، أنا ما مني خطأ، أنت الله أعلم لك مختل، وراعيني ما خط شوارب ومليح الحين وذال الحاهم وبعضهم معورعان يا ربي. المهم أنه غلظ على زوجتهم العيال وبشر أن هذول عياله وطيبين ومتعافين، لكن متخوف أنه يعلمها لها 15 سنة. الله أكبر. يقول قالت لا والله يا أبو فلان هذا والله ما هم عيال هذول رياجيل، المهم أنه تكاون هو إياه وتأخذ البطانية وتغطى عنهم. يا أم فلان تكفين هذا والله أنهم عيالة هذا فلان، قالت والله أن عليه ملامح لكن هذا أنا خابرته ورايح على الرجيل وهم عيال. المهم أنه طمنها شوي، درى الدكتور بالأمر وجاء يركض وقال لا تفجعونها ولا تجيها جلطة ثانية. يا أم فلان كم داخلة؟ قالت والله دخلت أمس أول بارحة ما درت عن شيء، هي 15 سنة. الله أكبر. المهم سبحان الله العظيم استدرج شوي شوي لأنها قرت وعرفت عيالها لهم الحاء ولهم عيال، ولهم ما شاء الله ما شاء يا أم فلان لس 15 سنة واحمد يا رب العالمين. قالت والله إني أراك إني توي مولودة الآن وعيالي حيين موجودين وأبوهم حي موجود والحمد لله على حكمة الله، عاشوا مع بعضهم وفرح عقب المرض اللي مضى 15 سنة، وهذه مما تحدث وغريبة في زمانها. والقصة يا أخواني مؤكدة ولا أطول على الأخوان.